شغل الرويال آيسينج فن، ولا نشتغل هالفن مظبوط لازم نعرف كل وصفات الرويال آيسينج. تابعوني. مرحبا، باتريسيا المر معكم من شوغيريل، والحلقة اليوم هي عن الرويال آيسينج ببودرة بياض البيض. بتفرق عن الميرانج باودر، بس البداية كلها مثل بعض. منبلش بالخل الأبيض، مننظف الزوايا ومننظف البول، لأنه أي أثر للزبدة أو للزيت بخلي الرويال آيسينج يفرط، يعني بيضلوا مي وما بيطلع معنا. منبلش مع ملعقتين كبار من بودرة بياض البيض، ألبومين اسمهم مش ميرانج باودر، ومنزد لهم ربع ملعقة صغيرة بودرة التارتار يلي هو نوع من الأسيد بينزد للبيض لما يفرط. إذا ما كان متوفر عندكم منقدر نستعمل ملعقة كبيرة من عصير الليمون، نحنا منقله حامض، وخمس ملاعق كبار مي فاتر. هلأ إذا كنتوا زدتوا حامض أو الليمون بتقللوا ملعقة مي. بنبلش نحطها على سرعة خفيفة، وبتنتبهوا انه المي تكون فاترة مش سخنة، لانه اذا كانت المي سخنة بتسلق البيض. اول شي حطيتها لمدة دقيقة، بعدين بالسباتولا بجمع كل شي على النص، لانه مثل ما شايفين بتبقى مكبتلة، عاملك بتيل، فكرمال يشتغلوا اضبط منشيلهم من الزوايا ومنحطهم بالنص. وبقويلة وبخليها لمدة 3 دقايق تقريبا، او لتعمل نوع من الرغوة. وصفات الرويال آيسينج متعددة، هيدي واحدة منهم، وعندي 2 موجودين على القناة، واحدة بمي سلق الحمص والتانية بالميرانج باودر، يلي بتناسبكن جربوها. من بعد 3 دقايق وصار عندي الرغوة المناسبة، بخفف السرعة وباخد فانيلا ملعقة ونص. انا عم بستعمل اللون البني، انتو فيكن تستعملوا الكلير فانيلا، لانه بروجيتي انا بدي اللون الاوف وايت. اذا بدكم تستعملوا الابيض استعملوا الكلير، اذا ما عندكم الكلير استعملوا بودرة التيتانيوم كرمال تبيضوا لون الرويال آيسينج. بس ملاحظة للي بحب طعمة اللوز، فينا نستعمل 3/4 الملعقة مستخلص اللوز و 3/4 الملعقة فانيلا. هون عم زيد 4 أكواب من السكر المطحون، لازم يكون مطحون لما يعمل كبتيل ويكبتل معنا. الآيسينج شوغر عطول بيختلف عن سكر البودرة بأنه بينزد له نشا وبيكون مطحون 10 مرات أكتر. بحط الخفاق على أوطى سرعة مثل ما شايفين، كل الوقت رح تضلها تخفق بهيدي الطريقة لمدة 10 دقايق. بالبداية بتحسوها مثل جبلت وجمدت وحاسين أنه منا مزبوطة، بس هي بعد شوي بتصير مزبوطة. فيكن بهيدي المرحلة بتوقفوها وبتشيلوا كل شي عن طراف البول وبتكملوا. مثل ما شايفين أخدت كلها من بعضها وبيكون لونها غامق. انتو عم تخفقوا بمدة 10 دقايق بيفتح لونه وبيصير عندكن لون أفتح، بس ما بيطلع لكم اللون الأبيض، لأني أنا حاطة هون اللون الفانيلا اللي لونه بني. إذا ما كان عندكن إلا الفانيلا البني وما عندكن خيار، بتجيبوا شي اسمه تيتانيوم وايت، بتلاقوه بكل محلات بيع أغراض الكيك، أو أي جل لونه أبيض وبتحاولوا أنه تلونوها لتعطيكم اللون الأبيض. نحتفظ فيها بوعاء مسكر بالبراد، بتضاين عنا لمدة 2 جمعة صالحة للأكل، بعد 2 جمعة فينا نتمرن فيها. وهي وصفتي خلصت، بتمنى تكون عجبتكم.